السلام عليكم، معكم الأب النائر أيمن من مدينة تطوان. الإبن ديالي كسائر الأبناء كان كيعجبو الكرة بزاف، ومن شو أنا عنده ديك الميول هذيك الكرة، ارتأيت باش عبيتون الشبيبة. عنده واحد السيد تما اسمه حميد، كان عنده لعبوا تما كيلعبوا كرة، وبقى معاهم كيلعبوا واحد الفترة. ديك السي حميد تبين له بأن الولد ديالي موهبة وعنده الكرة في رجلو، كان عنده اتصال هو مع الناس ديال الفتح الرباطي، من تما جا عندي وقال لي الولد ديالك راه كيلعب مزيان وان شاء الله غادي نصيفطو للفتح. قلت له استاذ الراي ديالك انا ما نعرفش في حالك، وهذيك هي كانت انطلاقه. وديك ساعتي قبل ما صيفطو للفتح كنا حنا متخوفين لان الابن كان باقي صغير. ديك الساعه صيفطونا هما استدعاء الناس ديال الفتح، صيفطنا واحد استدعاء باش مشينا تشوفنا تما المركز ديالهم. ومنين مشينا تشوفنا جبرنا داك الشيء مستوى عالي بزاف، وما جبرنا ما نقولوا لان لاحظنا بان اولادنا غيكونوا تما محميين اكثر من عندنا حنايا، لان تما كل شيء بالوقت، عندهم دخول بالوقت خروج بالوقت، كل شيء مبرمج. هنايا كيمشي يلعب مع العيال ما تعرفوا فين مشى، اجي في ولدي فين كنتي وصافي. اما تما كانوا محميين، ملي شفنا المركز صافي ارتحنا مزيان، وارتأينا انا والوالده ديالو ان شاء الله نصيفطوه. وهذه كانت الانطلاقه ديال الابن ديالي. حدثنا عن المقابله بالمنتخب الوطني مع الجزائر. بالنسبه للمباراه ديال المنتخب الوطني ديالنا مع منتخب جزائري، مباراه جات الحمد لله ممتازه كما كنا كنتمناو حنا قبل، واخا كنا متخوفين كنا بغينا ينتصروا. وداكشي اللي تأنى، داكشي الاطفال ديالنا قاموا بالواجب ديالهم. انت شفتي المباراه الحمد لله، ودخلوا المباراه شويه بشويه، وكانت انتهت المباراه بثلاثه انتصار الحمد لله، وكل شيء كان فرحان، لا من ناحيه العائله لا من ناحيه حنايا، لا الناس الساكنه اللي كيعرفني كامل كان فرحان وكيعيط لي كيبارك لي. وكنا فرحانين بزاف لان اصلا كان هذا الانتصار هذا كان هو اللي غيأهلنا لكاس العالم، وكنا حنا خصنا نمشيو لكاس العالم باش الوليدات ديالنا يزيدوا يديروا في رجلهم مباريات هذيك، وتزاد المستوى الكروي ديالو واحتكاك بالدول الاخر واخرين ويعرفوا شنو كاين ان شاء الله. على ضوء ذلك انه غدا كاين مقابله قويه ضد مالي، شنو بغيت تقول لنا في هذه القضيه وشنو مهيئ؟ من ناحيه المباراه ضد مالي غنعتبروا حنا كجميع المباريات، لان جميع المباريات كيكون استعدادات مهمة، وديك الشيء اللي غيكون إن شاء الله غدا مع المنتخب المالي. وحنايا كنتوقعوا إن شاء الله وكنضم الله إن شاء الله غادي يكون خير، إن شاء الله غادي يكون خير وغادي ينتصروا وغنجوزوا المباراة النهائية. من ناحية الإبن ديالي راه مستعد، لا هو ولا الطاقم ديالو ولا كل شيء ولا ليكيب ديالو كانوا مستعدين هالمباراة هذه، وتا هما إن شاء الله خصهم يفوزوا، وديك الشيء اللي غيكون إن شاء الله. شحال كتوقع باش يجي غدا؟ النتيجة غدا ما نقدرش نتوقعوها، كيبقى كرة القدم ما نقدرش. اللي غادي يثبت ان شاء الله وما غيخطاش هذاك اللي غيفوز. هي المباراة كتلعب على جزئيات، اللي غادي يخطا غادي يخسر، اللي ما غادي يخطاش غادي يفوز ان شاء الله. والولاد ديالنا اللي كنلاحظ فيهم انا متبتين وعندهم واحد العزيمة قوية باش ينتصروا غدا ان شاء الله، وديك الشيء اللي غيكون. وكنطلب من الجماهير، جميع الجماهير المغربيه ان شاء الله تدعي معاهم باش يكون الله باش يكون خير ان شاء الله. شنو الناخب الوطني كيفاش كيتعامل مع ايمن؟ من ناحيه الناخب الوطني سعيد شيبا ما كيتعاملش غير مع ايمن ديالي، كيتعامل مع جميع اللعبه ديالو، كيحسهم بحال ولادو وكيتعامل معاهم بواحد الاريحيه، وكيعطيهم واحد الثقه في النفس اللي زائده، اللي هي اللي نجد هاد المنتخب هذه نجاتو، هي المعامله ديال الناخب الوطني مع ديك الابناء هذوك. والحمد لله هما عاطين النتيجه وماشيين بواحد الخطه ثابته وعلى المسار الصحيح ان شاء الله. طبعا المقابله الاولى اللي كانت في الجزائر كانوا وقعوا مناوشات وقعوا ملاسنات لاعبين، شنو من ناحيه المقابله ديال النهائي ديال كاس العرب اللي كان نط فيها الدبزو ونط فيها واحد المناوشه بين المنتخب ديالنا والجزائري؟ هذيك المباراه هذه كان سبحان الله العظيم واحد من لاعبين ديال الجزائر كان استفز الحارس ديالنا، والحارس ما رضاش رجع لي له صافي، والعيال مع باقيين صغارين شافوا الحارس ديالهم كيتضرب، ناضوا حتى هما ضربوا ما عارفين شنو كاين، ولكن دخلوا الناس اللي كانوا مسؤولين تما الحمد لله تفكت القضيه، ودابا راه هما بحال خوتي. شفتي المباراه هذه ديال الجزائر ملي سالوا بحال اللي ما كاين والو، وعن درعوا بعضهم الحمد لله وواساوا بعضهم الحمد لله، الامور مشات بخير. الكلمه الاخيره شنو تقول؟
الكلمة الأخيرة كنتمنى من هاد ليكيب هادي إن شاء الله تبقى هكذا متماسكة مع بعضها إن شاء الله، وتبقى ماشية درجة بدرجة إن شاء الله حتى يوصلوا للمنتخب الأول إن شاء الله ويقولوا الكلمة ديالهم في المستقبل. هذا هو الهدف ديالي، لا ديالي ولا الفرقة كاملة إن شاء الله.